السلام عليكم أصدقائي، حبيت أشوفكم. هذا الإنتاج الأخير كملناه لحد أصدقائنا في العراق. المجموع يتكون من 3 شرمال زائدين 2 سندان مع خاشوقة واحد مع جهاز الثعبان وملحقاته. أريد أشوفكم بعض الشرات الثانوية أيضا ممكن تستخدمها بالنسبة للسنادين. مثلا هذا السندان، هذا طبعا يستخدم للتشاملخ أو الحفمة التشاملخ، تقدر يعني تشتغل بها بيدك، يعني من عدا هذه القطعة، من عدا القطعة الثانية المسكة بالشكل هذا تشتغل بها، وإذا تريد حبيت شد القطعة الثانية عليها حتى تسيطر عليها. وأيضا هذا السندان المدور المحدب تقدر تضيفه عليه، يعني شده عليه. مثل راح نشيل البرغي، راح نشد هذا القاعدة عليه، راح يكون بالشكل هذا أيضا، راح يسيطر عليه بالشغل، صار قبضة عندك. وأيضا تقدر تشتغل به بدون هالقاعدة، فقط بيدك. إذا مكان ضيق ما يدخل يدك عليه تقدر تشتغله بالشكل هذا. وتقدر تستخدم بهذا الاستخدام الآخر، الشد على هذا أيضا ينشد، تقدر مكان ما تشد على جهاز الثعبان تشتغل بالشكل هذا، وتخلي على خط الجسم او على الضلع وتشتغل به بالمطرقه او بالشمال تشتغل به. ايضا هاي القطعه تقدر تشد عليه، هاي القطعه الدائري ايضا ينشد عليه، هاي بدون ما يعني بدون ما تستخدم الثعبان، تستخدم بالشكل هذا ايضا اذا تحبيت تشتغل بيدك، يعني اذا سيطر عليه. أنت تحتاج قصر ما تحتاج ثعبان بالشكل هذا. هاي استخدامات الثانوية للقطع في الثعبان. وأيضا في بعد استخدامات يمكن أنت تكتشفها أفضل من عندنا بعد ما تشتغل بها. فأتمنى عجبكم هذا المجموعة أصدقائي، وشكرا لدعمكم وإسنادكم أخواني. مع السلامة. السلام عليكم أصدقائي، أريد نشرح لكم على 3 شراميل بهذا المجموعة. الشرمال الأول نسميه المسطرة، هاي المسطرة بيها طول مثل ما تعضوا، بيها طول هذا استخدم للطبع، هذا يستخدم للطبع يعني البوليش، وراح تطبع او تشخص مكان العالي والناصي بالقطعة او بالباب او التشملخ او بالمعدن. هذا مفيد كثير، هذا حتى شوف طريقك من تشتغل، هذا مهم. وهذا الورقة او الشرمال اطول من الاثنين، بيه طول لانه على قلنا مثل المسطرة حتى يسيطر على مكان الضربة. الشرمال الثاني نسميه الفراشة، هذا فراشة، هذا الوجه كنت شرحت عليه سابقا، هذا وجه محدب بظهر وهذا وجه مسطح. هذا الوجه المحدب نستخدمه تنزيل الدمارات، تنزيل الدمارات او الضلع او المكان العالي تنزله بهذا الطرف، والجهه الثانيه تشتغل بها عادي، تعديل عادي تنعم به تعديل عادي. هذا الورقه الفراشه جدا مهم للشغل، يفيدك بالبدايه، بدايه التصليح يفيدك. ومن تصل الى مرحله 65% من التصليح راح تيجي تستخدم هذا القطعه، هذا الشرمال من طرف واحد او جهه واحد تستخدمها. هذا ايضا مشابه لهذا الاول واحد، مسطره تقوس ماله قليل وبيقبضه واحده بيها. هذا يستخدم للتعيين الاخير او الفينيشينج او النهايه، تستخدمها هذه.
هذه القطعة. ثلاث قطع مهمة للتصريح، يعني متى تستغني واحد عن الثاني. هذه القطعة مهمة لتكمل شغلك بها أو مجموعتك. شكراً.